السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا على اليوتيوب. فرنسا التي تتعامل بمكيالين. قامت منظمة العفو الدولية اليوم بإدانتها وكشفها. وكان من فترة قريبة في أكتوبر الماضي قامت منظمة فرنسية عاملة في شمال أفريقيا بفسخ عقد عمل يربطها برسام الكاريكاتير الموريتاني خالد ولد مولاي إدريس، ردا على نشره لصور مناصرة لرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأوضح ولد مولاي إدريس على صفحته بموقع فيسبوك أن السفارة الفرنسية بنواكشوت لا علاقة لها بفسخ عقدية مع الشركة. وتابع ولد مولاي إدريس: تم إبلاغي من طرف المنسق أن الانجراف وراء العاطفة ورسم الكاريكاتير لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يخدمهم ولا يخدم استبداد الوضع. وهو يقتنع أن الرزق بيد الله ولذلك فقد فسخ عقده. وذلك بعد أن أكد ماكرون أنه لن يتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أغضبت تلك الرسوم المسيئة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان خير البشر وكان على خلق عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كل المسلمين في كل أنحاء العالم وقرروا مقاطعة المنتجات الفرنسية. وهناك حديث كامل لشيخ الأزهر رد فيه على ماكرون بمنتهى الاحترام والأدب، كما جاء على الفيس الخاص بالشيخ أحمد الطيب تلك الكلمات: لقد طبع الله اسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على جبين الزمان، أنقذ به الأمم والشعوب، وصحح به التواءات الحضارات وإعوجاجاتها. وإني لأستبشر كل الاستبشار حين أتذكر الآية الكريمة المعجزة التي تكفل الله فيها وحده بالدفاع عن نبيه وهو يقول له: إنا كفيناك المستهزئين، فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقد قالت منظمة العفو الدولية أن فرنسا ليست مصيرة حرية التعبير كما تزعم، قائلة أن البرلمان يناقش حاليا قانونا يجرم تداول صور المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أدانت محكمة فرنسية في 2019 رجلين بتهمة الإزدراء بعد أن أحرق دمية تمثل ماكرون. وحاليا يناقش البرلمان قانونا يجرم تداول صور المسؤولين على وسائل التواصل، معتبرة أنه من الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع فرنسا الشرعي عن حق تصوير النبي محمد في رسوم ساخرة. وذكرت العفو الدولية أن سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر، ففي كل عام يدان آلاف الأشخاص بتهمة إزدراء الموظفين العموميين، وهي جريمة جنائية معرفة بشكل غامض. كما انتقدت المنظمة ما قالت أنه إشارة مقلقة من أن التاريخ يعيد نفسه، لافتة أن الحكومة الفرنسية تعمل حاليا على حل الجمعيات وإغلاق المساجد على أساس مفهوم التطرف الغامض وعلى امتداد حالة الطوارئ. غالبا ما كان مصطلح التطرف يستخدم كناية عن المسلم المتدين. وقالت العفو الدولية أن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي، وأنه لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب. أما أنا فأقول: وهكذا هي فرنسا دائما، والتي كانت تحتل الشعوب وتسرق خيرتها. وكم قتلت من آلاف بل عشرات الألوف في مصر وملايين في الجزائر. ومتحف الإنسان المغزي والذي به رؤوس قادة المقاومة في الدول التي احتلتها والتي كانت تقوم قطعها بالمقصلة الفرنسية الشهيرة وتحتفظ بالجماجم في متحف الإنسان. وحاليا وخشية من تداعيات المقاطعة على الاقتصاد الفرنسي، يقوم وزير الخارجية الفرنسي
بجولة مكوكية وقد أتى إلى مصر، وقال من ضمن كلماته: نكن احتراما عميقا للإسلام، ونؤمن بأهمية الأزهر والإمام الأكبر في الدعوة إلى التسامح. وقد استقبل الإمام الطيب شيخ الأزهر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوداريان بمقر المشيخة في القاهرة، وأكد أن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لنا ولكم، وأنه نور أبدي بعثه الله للبشرية. وتعاهد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بملاحقة كل من يسيء إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام المحاكم الدولية، كما أكد رفض الأزهر لوصف الإرهاب الإسلامي. وقال الطيب أن الإساءة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم مرفوضة تماما، وسيتابع الأزهر من يسيء لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية حتى لو قضينا عمرنا كله، نفعل ذلك الأمر فقط. وعندما زار وزير الخارجية الفرنسي مصر، التقى برئيس عبد الفتاح السيسي، ثم زار مشيخة الأزهر التي تمثل صوت ملياري مسلم في العالم، بهدف تخفيف حدة غضب المسلمين بسبب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد وتصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون باعتبارها حرية تعبير. وسنظل نقاطعكم إلى أن تعاملونا بالمثل، فنحن نحترم كل الأنبياء. ففي دين الإسلام لا يكون إسلام المسلم صحيحا إلا لو آمن بجميع الأنبياء التي أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وبجميع الكتب السماوية، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرهم القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية. وإلى لقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يسيء إلى الإسلام أو إلى رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. والمعرفة في بلادي مطبوعة بهذه المبادلات مع العالم الإسلامي، والأزهر مؤسسة مرموقة ومعترف بها دوليا في هذا المجال. وذكرت أيضا بأن المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي ومن تاريخ الجمهورية الفرنسية، وهم يعيشون في إطار يحميهم وهم حريصون عليه جدا، كما ذكرت أصوات عديدة من المفكرين والمسؤولين المسلمين في فرنسا في الأيام الأخيرة. وركزت أيضا على أن المعركة الوحيدة التي نخوضها مع عدد كبير من الدول الصديقة مثل مصر تستهدف الإرهاب والتطرف. هناك الإسلام من جهة، والتطرف هو في جهة أخرى. وذكرت كم أن المسلمين هم أول الضحايا لهذا الإرهاب والتطرف هنا في مصر وكذلك في أوروبا. وأخيرا أشرت إلى أنه إضافة إلى الإمكانات التي نخصصها لمكافحة الإرهاب، هناك أيضا معركة يجب أن نخوضها على صعيد الأفكار، ومؤسسة الأزهر بسلطتها الدينية والمعنوية عليها أن تلعب دورها كاملا في ذلك. ولاحظت أن هناك نقاط مختلفة في حديثنا، وقلت لفضيلة الإمام كم نحن بحاجة لأصوات التوازن والتسامح والاعتدال معا في المستقبل، واقترح فضيلة الإمام أن نعمل معا في المستقبل، ونحن طبعا وافقنا على هذا الاقتراح. ومعا علينا أن نكافح الأكاذيب ونداءات الكراهية، ومعا علينا أن نكافح الإرهاب والتعصب والتطرف وتحريفها لأغراض سياسية. شكراً.